حرمة لخائن أصلا، ولماذا لم تغفر فرنسا للفرنسيين الذين تعاملوا مع الجيش النازي فيما باريس تطالب الجزائر بالصفح عن الخونة الذين غادروا الجزائر مع قوات بيجار وديغول بعد تحرير الجزائر. الحركيون في الجزائر عنوان حلقة اليوم من ملفات المغاربية، ويشارك في النقاش الكاتب الجزائري هشام عبود الخبير بالشؤون الجزائرية، والصحفي والمحلل السياسي عثمان تزاغرت، والنائب في البرلمان الجزائري الدكتور دجال صالح. لم يكن بوسع فرنسا التي احتلت الجزائر في الخامس من تموز يوليو من سنة 1830. إذا سمحت سيد هشام، في هذا السياق هل تعاملوا عن طواعية مع الجيش الفرنسي أم أنهم أجبروا أن يكونوا خونة في الجزائر؟ هناك من أجبر وهناك من عمل طواعية، ولكن من عمل طواعية بإخلاص لفرنسا وما زال إلى يومنا هذا مخلص لفرنسا لأن له مصالح تاريخية ومستقبلية مع فرنسا، هم أولئك الذين جندوا في الجيش الفرنسي، يعني كانوا داخل الجيش الفرنسي المؤسسة العسكرية الفرنسية. هناك هم إما أبناء قياد بشغوات مثل الجنرال العبي بالخير الذي هو اليوم سفير الجزائر في المغرب، كانوا أبناء متقاعدين الجيش الفرنسي، مثلا الجنرال خالد نزار أبوه كان اشتغل في الخدمة في الجيش الفرنسي إلى أن أخذ التقاعد وحصل على وسام صليب الحرب لكخوا دو غير، وحصل كذلك على الوسام العسكري. وهذا سأعود إلى هذا الموضوع تحديدا وقد فصلته في كتابك الشهير مافيا الجنرالات. أنتقل إذا سمحت للسيد عثمان. سيد، السؤال موجه للأستاذ هشام عبود. كيف تعاملت الثورة الجزائرية مع الذين اختاروا الوقوف إلى جنب الجيش الفرنسي؟ يقال أن العقيد عميروش الذي كانت تسميه فرنسا بنمر الجزائر قتل المئات منهم في جبال الأوراس. طبعا بان حرب التحرير، يعني كانت حرب، وفي الحرب تاكل اليابس والطايب، فكانت المعاملة معهم وتقتيل كل خائن. حقيقة مشات خرافات، نقول خرافات فيما يخص العقيد عميروش رحمه الله، انه كان قتل كثير. لا، ما قتلش، يعني كان الناس اللي خرجوا عليه حتى دعايات انه قتل ابرياء. العقيد عميروش رحمه الله كان لا يتسامح مع الخيانة، وكان احيانا يعني ياخذ اجراءات ممكن تروح ضحيتها، يروح ضحيتها بريء او اثنين او ثلاثة حتى يقطع باب الوشاية. هكذا تعاملت الجزائر مع الخوايا. طبعا كان لما كان يلقى القبض على خائن لا يرحم، وهذا شيء طبيعي. السيد هشام عبود، سمعت ما قاله ايضا السيد صالح من انه من دخل دار الجزائر فهو امن، فلماذا يتم التركيز دوما على هؤلاء رغم انهم قدموا خدمات للجيش الجزائري في وقت لاحق ونقلوا خبرتهم إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ فما المانع من الاستفادة منهم وهم كانوا يحسبون أنفسهم على التيار الوطني دوما؟ والله أنا تفهم مثل ما قال أخ عثمان، أتفهم جدا الأخ البرلماني، لأنه أنا ممنوع من دخول الجزائر لأني أقول هذا الكلام، لأنني من الذين لا يتسامحون مع كبار الخونة. فاليوم نسمح إلى كبار الخونة ولكن نعاقب صغار الخونة، الواشي نعاقبه. نعطيك مثال، الجنرال محمد العماري في استجواب نشر بالأسبوعية الفرنسية لو بوان في سنة 2003، هنا نشر هذا الاستجواب في موقع الانترنت الذي أديره
اجير بور لالجيري بوان كوم، وراسلت منظمه المجاهدين، وراسلت منظمه ابناء الشهداء، وراسلت وزير المجاهدين لاطلب منهم ان يتخذوا موقف من الكلام الذي قاله الجنرال محمد العماري اذ صرح بانه شارك في معركه الجزائر شخصيا. لما يقول هذا الكلام الجنرال محمد العماري معروف عليه انه التحق بالثوره الجزائريه اربعه اشهر قبل وقت اطلاق النار، اي في سنه في ديسمبر 61. شارك في معركة الجزائر، معركة الجزائر كانت مجازر بالنسبة للجزائر، كانت اعتقالات، كانت فيها يعني ضربة قيادة جبهة التحرير ضربت في معركة الجزائر. الجنرال محمد العماري يقول أنه شارك شخصيا، والشيء راه مكتوب، ماهوش يعني كلام فارغ. فهذا الإنسان الذي قدم قام بالمشاركة في معركة الجزائر من الجانب الفرنسي، أي خدمة قدم. بومدين رحمه الله، وانا من دعاة بومدينية، انا اؤمن بومدين لانه بفضل بومدين قرات ووصلت الى ما وصلت اليه اليوم. بومدين رحمه الله كان امام قدماء الجيش الفرنسي بمثابة الحارس على المصالح الجزائرية. بمجرد ان مات الهوالي بومدين في ديسمبر 78 تم اجتماع في مدرسة المهندسين التابعة للجيش الوطني الشعبي بقيادة الجنرال علي البخير، وهناك تم فبركة حل الجزائر، الجزائر التي كانت صامدة في أيام بومدين، الجزائر التي كانت منارة لدول العالم الثالث. ماذا أصبحت اليوم؟ أصبحت اليوم مضحكة أمام الشعوب، أصبح أبناء الجزائر يفرون على قوارب الموت إلى الضفة الشمالية إلى فرنسا. أصبح أبناء الجزائر أبناء المجاهدين يطلبون اللجوء السياسي لفرنسا، وأنا منهم. أنا أبي في 8 ماي 45 دخل السجن، سجن الكودة بقسنطينة، وأبيه شعبان عبود معروف في مدينة أم البواقي أنه كان من الذين نظموا مظاهرة 8 ماي 45. ابنه اليوم مغرب، ممنوع عليه دخول الجزائر. الجنرال خالد نزار أبوه كان في الجيش الفرنسي في 1945 وكان يحتفل بانتصار فرنسا، وابن رحال نزار ابنه خالد نزار فأصبح قائد الجيش الجزائري وزير الدفاع من وحي وجعل من الجزائر سيد هشام دولة صعيد من وحي ما ذكر.